بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذا المقطع أردت أن أتكلم عن مسألة مهمة. للأسف الشديد المرضى المساكين أصبحوا في حيرة من أمرهم في باب الرقية، فأصبحوا بين نقيضين أو بين طائفتين. طائفة تدعي أنها تحارب رقاة الخرافة ورقاة الكهانة والدجل باسم الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباسم الدفاع عن الرقية الشرعية. وفي الحقيقة الأمر ليس كذلك، بل هذه الطائفة تحارب الرقية وتحارب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحارب رقية جبريل عليه الصلاة والسلام، وتحارب العلاج بالقرآن الكريم. وطائفة أخرى تدعي الاجتهاد وتدعي التجربة وتدعي أنها ترقي الناس وتعالج الناس بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء في القرآن الكريم، والحقيقة أيضا غير ذلك. لماذا؟ لأنهم يجتهدون اجتهادات باطلة لا صلة لها برقية النبي عليه الصلاة والسلام، ولا برقية الصحابة، ولا برقية جبريل عليه السلام، بل الرقية الشرعية تتبرأ منهم تبرؤا تام، فيأتوا بتجارب واجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان، أصلها إما من عند السحرة والكهنة أو المنجمين والعرافين، أو من عند الشياطين الذين يحاورونهم عن طريق ألسنة المرضى المساكين. فالرقية أصبحت بين هؤلاء الصنفين للأسف الشديد، الذين يدعون بأن الرقية لم تأتي لعلاج المرضى، سواء كان مرض روحي أو مرض عضوي مادي. هؤلاء يردون السنة الواضحة البينة، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. ولو رجعوا إلى العلماء، علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه والتفسير، ما دخلوا في هذا المنزلق الخطير الذي جعلهم يتبعون خطوات الشيطان فيحاربون ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي رقى، ورقته أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وأصيب بالسحر ورقاه جبريل وميكائيل كما القصة معروفة في الصحيحين. فهؤلاء للأسف الشديد لا يردون على رقاة الخرافة فقط، وإنما يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت في الصحيحين وجاءت في كتب السنن. فهم لا يرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر هكذا. يا ليتهم ردوا بعلم وردوا بأدلة حتى ولو كانت عقلية. هؤلاء يردون كما يحل لهم، يردون بالهوى بدون علم بدون أدلة شرعية، لا من كتاب ولا سنة ولا فتاوى أئمة، بل يعارضون صراحة أقوال أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون أهل السنة والجماعة يثبتون أن هذا حق وهذا موجود، مثل مسألة دخول الجن في جسد الإنسان. يقولون أهل السنة والجماعة يثبتون هذا، لكنهم أخطأوا. فهم يخطئون الأمة ويخطئون ما تلقته الأمة بالقبول، بحجة أنهم يريدون أن ينزهوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينزهوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما قاله أهل التفسير وأهل الحديث وأهل الأصول وأهل الفقه. فخطأوا جميع الأمة. بماذا؟ بجهلهم، بهواهم للأسف الشديد. فتراهم يعارضون حديث البخاري الصحيحة التي لم يضعفها أحد من الأئمة، مثل حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام لم يضعفه أحد من علماء الحديث ولا علماء الأصول ولا علماء الفقه ولا علماء الشأن. وأيضا دخول الجن في جسد الإنسان فيه حديث صحيح صريح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. وأيضا مسألة علاج المجنون، فهم يقولون بأن الرقية لا تعالج لا مجنونا ولا تعالج مرضا
طبيا، والأحاديث الصحيحة موجودة أيضا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري الذي رقى اللديق وقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، وهذا مرض عضوي لأنه عالجه من لدغة عقرب أو لدغة حية أصابته بسم، وهذا مرض عضوي، ومع ذلك للأسف الشديد يردون هذه الأحاديث الصحيحة بحجة أنهم يحاربون رقاة الخرافة والكهنة والدجل. فأردنا أن نرد عليهم بهذه السلسلة ونبين عجرهم وبجرهم ونبين جهلهم ونبين بأنهم ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحاربون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعترفون بما جاء في السنة المطهرة، وإنما يبحثون عن هذا الشيء في القرآن فقط. نستطيع أن نقول عنهم قرآنيين، ولكن إذا تناقشت معهم قالوا نحن مع السنة ونتبع السنة والسنة حجة ونحترم السنة واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لسان ماذا؟ لسان قالهم، لكن لسان حالهم أنهم محاربون للسنة، منكرون للسنة بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية. وأول سؤال يتكئون عليه ويطرحونه، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن على مجنون وأخرج منه الجن بالقرآن؟ فهم لو علموا وقرأوا العلم وقرأوا الحديث وقرأوا أصول الفقه وقرأوا التفسير والفقه لوجدوا أنفسهم يتكلمون بالجهل، بل هم أجهل من حمار أبي جهل. لماذا؟ لأن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حجة كما جاء عن الأئمة والعلماء قاطبة، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية. لو عرفوا هذه التعريف وعرفوا تعريف السنة النبوية ما عارضوا هذه السنة. لماذا؟ لأن قراءة القرآن على المجنون جاءت عن طريق السنة التقريرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إليه وعرض عليه الرقية، والحديث في الصحيحين لما رقى ذلك اللذيذ، يعني أقره بعلاج المرض العضوي المادي بالقرآن الكريم. وأيضا أقر عم خارج بن الصلت لما ذهب إليه وعرض عليه الرقية بأنه رقى مجنونا أو معتوها مكبل بالسلاسل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالسنة التقريرية كأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال علماء الأصول وعلماء الحديث أنه فعلها، أنه فعلها، إلا أن الأقوى في السنة القولية ثم الفعلية ثم التقريرية، لكن السنة التقريرية حجة. فهم يردون هذا العلم ويردون هذه الأقوال ويردون هذه الأدلة، بل أجمع العلماء على حجية السنة التقريرية، ومع ذلك يلتصق ويقول هل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على مجنون وأخرج منه الجن بالقرآن الكريم؟ كأنهم قرآنيين فقط يريدون ويبحثون عن دليل من القرآن فقط، فلا يهمهم أمر السنة. فلو كانوا فعلاً ينصرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويردون على رقاة الخرافة والدجل كما يزعمون، ما اتجهوا إلى هذا المنزلق الخطير الذي يردون فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أجمع الأصوليون والعلماء بأنها حجة بذاتها. السنة حجة سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، لكن القوم جهلة لا صلة لهم بالعلم ولا نستطيع أن نتناقش معهم ونجادلهم، لذلك اضطررنا إلى وضع هذه المقاطع لفضحهم وتبيين جهلهم وتحذير الناس والعوام من أقوالهم ومما ينشرونه ضد السنة ومحاربة السنة بزعمهم أنهم يحاربون رقاة الخرافة والكهنة والدجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتابعوا هذه السلسلة إن شاء الله يتبين لكم الحق بالأدلة الشرعية، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.